الإنسان في حالة تماه كامل مع الطبيعة. أدق تفاصيل الجسد انصهرت في محيطها الطبيعي. الرسم على الجسد هو نوع خاص من أنواع الفن، فهو يجسد الخيال ويجعله شديد القرب من الحقيقة. منذ 12 عاماً وفنان جنوب تيرول يوهانس شتوتا يستخدم الجسد مساحة للرسم. قبل أن أبدأ في الرسم على الأجساد كنت أرسم اللوحات، ثم جاءتني فكرة الرغبة في الرسم على الجسد. لقد أعجبتني تلك التجربة وقررت على الفور تكرارها وتطويرها باستخدام الألوان ونماذج أخرى، وهكذا أصبحت فنانا في الرسم على الأجساد. قبل 4 أعوام بدأ الفنان الثلاثيني في احتراف هذا الفن، وهو يصمم الكثير من أعماله في البداية على الورق. حصد بلوحاته المرسومة على الجسد الكثير من الجوائز، كما حصل العام الفائت على لقب البطولة في هذا النمط الفني. مصادر إلهام الفنان كثيرة: الطبيعة، الناس، الفن. والحياة اليومية. حين أبدأ في تشكيل أعمالي أختار بداية الخلفية، ثم أفكر في الشخص الذي يتناسب معها. أحبذ اختيار الصلع نظرا لصعوبة إخفاء الشعر في اللوحة. توظف الأعمال الفنية المرسومة على الجسد غالباً في مجال الدعاية والإعلان لقدرتها على نسج الخيال وخلق الفكاهة. في هذا الإعلان مثلاً يحتاج المشاهد للتدقيق ليدرك أن مضيفي الطائرة عورات. شتوتا شارك أيضاً في فيلم دعائي لشركة عصائر بتلوين أجساد أطفال في تركيا. اليوم سيرسم في موطنه جنوب تيرول على ارتفاع 2000 متر على سفوح جبال الألب. سيتشكل عمله الفني. فخلال تجوله في المنطقة اكتشف الفنان عقدا خشبية فريدة في جدران كوخ صغير. صديقه أنجيلو لومباردي أبدى استعداده ليجعل جسده لوحة فنية. يستخدم شتوتا الألوان المائية على الجسد، وليتأكد من الأبعاد الصحيحة للوحة يقف على مسافة منها ويتمعن فيها. لقد انتهيت من الأجزاء الصعبة ورسم الخطوط السوداء، وكذلك من الانتقال من الخشب إلى الجسد. لم يتبقى أمامي سوى تلوين الجزء العلوي من الجسد بشكل يتماهى مع الألياف الخشبية. هذه هي أول مشاركة من نوعها في حياة العارض لومباردي. الإحساس غريب بعض الشيء، لكنه يعجبني. استغرق عمل الفنان على الجسد 2 ساعة متواصلة. لقد انتهيت، وأعتقد أن العمل جيد. يتوجب على العارض الجلوس بهدوء وتحمل البرد من أجل التقاط الصور. فهذه الصورة جزء من مجموعة الفنان الجديدة. ويأمل يوهانس شتوتا أن يصدر قريبا تقويما سنويا بصور مجموعته الفنية.